Bien sûr, en France, il y a des frères qui travaillent chez des coiffards, et à l'heure des prières, le patron ne veut pas qu'il prie. Que doit-il faire? بسم الله الرحمن الرحيم. بيقول انه في فرنسا فيه اخواننا مسلمين هناك، يعني موظفينهم فرنسيين، يعني اجانب كفار، ولا يدعون لهم وقتا للصلاة، فما رأيكم؟ طبعا لا يجوز للمسلم أن يوظف نفسه وظيفة ما أو يتعاطى عملا ما يحول بينه وبين القيام بما فرض الله عليه من الواجبات وبخاصة منها الصلوات، فلا يجوز. وأنا فعلا جاءني بعض هذه الأسئلة من فرنسا، من بعض الجزائريين، قال لي أمس أو أول أمس، قال إن العميل الذي أعمل عنده لا يسمح لي بأن أصلي، وآخر قال لي بأنه يأمرني بحلق لحيتي. قلت له لا يجوز لك هذا ولا هذا، وربنا عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. على أنني أهتبلها فرصة وأقول إن إقامة كثير من المسلمين وبخاصة منهم الجزائريين في فرنسا حتى تفرنسوا، هذا خطأ إسلامي فاحش، لأن عليهم جميعا أن يعودوا إلى بلادهم وأن يكفروا سواد شعبهم وأن لا يعكسوا الأمر فيكفروا سواد الكفار في فرنسا. عليهم أن يعودوا إلى بلاد الجزائر ولا يستوطنوا بلاد الكفر، لما نذكره دائما بمثل هذه المناسبة من نهي الرسول عليه السلام في غير ما حديث صحيح المسلمين أن يقيموا في بلاد الكفر، من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما، وقال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين، وقال أخيرا بلسان عربي جامع مانع مختصر: من جامع المشرك فهو مثله، من جامع المشرك فهو مثله، أي من خالطه وساكنه. فكيف يعيش أجيرا تحت يد كافر لا يؤمن بالله ورسوله ولا يحرم ما حرم الله ورسوله؟ لا يجوز للمسلم أن يعيش هكذا تحت إمرة كافر، لأن عواقب ذلك كهذه العاقبة: لا يسمح له بأن يصلي في المسجد، بل ربما لا يسمح له أن يصلي حيث هو يعمل. أيضا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، حتى لو كان هذا المخلوق أميرا خليفة المسلمين، فكيف وهو من الكافرين؟